مرحبا بكم تلامذتنا الأعزاء، ودرس اليوم يتعلق بالشكل الوحدة السابعة. لدينا النص أمامنا وله صورة مرافقة تتعلق بسيارة يتم في طور التصنيع. المطلوب منا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالفهم. السؤال الأول: عما سأل الطفل؟ السؤال الثاني: كم عدد المواد الأولية المذكورة في النص؟ أذكر اثنين منها. الآن سننقل التمارين إلى الدفاتر ونقوم بإنجازها. سأقرأ لكم التمارين. أولا، أنقل النص واضبطه بالشكل التام. أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: ائت بمرادف كل كلمة من الكلمات التالية: متلألئ، غدت، خليط. السؤال الثاني: ركب كل كلمة في جملة مفيدة: وتيرة، المطاط، البساط. السؤال الثالث: صل بخط الجملة بما يفيد معنى براق. نقول: زجاج نوافذها براق، هل معناه جميل، لماع أم جديد؟ السؤال الرابع: ائت بضد ناعم ورفيع، يعني كل كلمة من هذه الكلمات نعطيه الضد ديالها: ما ضد ناعم، ما ضد رفيع. خامسا: أجب بصحيح أو خطأ، ثم أعطي الجواب الصحيح في حالة الخطأ. تصنع العجلات من المطاط، لا تصنع من القطن إلا أحزمة السلامة. يصنع البساط من مشتقات البترول. السؤال السادس: أين توجد السيارة؟ استخرج من النص ما يثبت جوابك. سابعا: أعد كتابة الجملة الأخيرة من النص مبتدئا هكذا: إنها دون أن تغير معناها. شكرا لكم على تتبعكم.